التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية، وأهلا بك أحمد. مرحبا أميمة وأهلا بكم، والبداية بالعناوين. 14 قتيلا وأكثر من 450 مصابا في موجة ثانية من التفجيرات الإسرائيلية للأجهزة اللاسلكية لحزب الله اللبناني. جالنت يؤكد دخول إسرائيل مرحلة جديدة من الحرب، ويقول إن مركز الثقل العسكري انتقل إلى جبهة الشمال. والجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا. البداية من تطورات الأوضاع في لبنان. أفادت الصحة اللبنانية بسقوط 14 قتيلا بمنطقة البقاع في جنوب لبنان وإصابة أكثر من 450 آخرين في موجة جديدة من التفجيرات التي استهدفت أجهزة ووسائل الاتصالات اللاسلكية. من جانبه أعلن الدفاع المدني اللبناني إخماد النيران في عشرات المنازل والمتاجر نتيجة انفجار أجهزة اللاسلكي في النبطية جنوبي البلاد.
نتابع مع حضراتكم على الشاشة هذه اللقطات من العاصمة بيروت التي ما زالت فرق الإسعاف فيها تحاول نقل المصابين بعد الموجة الثانية من الهجمة السبرانية على أجهزة الاتصال اللاسلكية، حيث بدأت منذ ظهر اليوم مستشفيات العاصمة والعديد من المدن في لبنان وأيضا وتحديدا في الجنوب في استقبال العديد من الإصابات، بالإضافة إلى الأرقام التي تحدثت عن 14 شهيدا حتى الآن. الأرقام تشير أيضا إلى أنه ما يقرب من عدد الإصابات حتى الآن من 450 مصابا، هذه هي الأرقام الرسمية التي وقعت نتيجة أحداث اليوم، إضافة إلى الأرقام التي تحدثت عن 2800 مصاب بالأمس. كانت فرق أيضا الدفاع المدني تقوم بالعديد من عمليات ومحاولات إطفاء الحرائق التي نشبت نتيجة الانفجارات التي وقعت في أجهزة الاتصال اللاسلكية. أيضا فرق الإسعاف تحدثت على أنها ما زالت تعمل حتى هذه اللحظة في نقل الإصابات، ونرى الآن سيارات الإسعاف وهي تقوم بنقل عدد من الإصابات، ويبدو أن هذه الأرقام التي تحدثت عن وقوع 450 مصابا حتى الآن هي قابلة للزيادة. المصادر الرسمية تحدثت أن مستشفيات لبنان اكتظت بالإصابات ولم يعد هناك قدرة على استيعاب المزيد من الإصابات، وتمت المناشدة من أجل التبرع بالدم وإخلاء الطرق حتى تستطيع سيارات الإسعاف التنقل واستكمال عمليات نقل المصابين إلى المستشفيات. الموجة الثانية من الهجوم السبرانية التي قامت أو حدثت اليوم كانت تستهدف أجهزة الاتصال اللاسلكية، وهذه الأجهزة تستخدم في العديد من المناطق كما تحدثت المصادر الرسمية اللبنانية، إن كان في فرق الإسعاف أو الإطفاء. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة، أكد على رفض مصر محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليميا. وقد أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد التأكيد على دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السبراني الذي تعرض له، كما شدد أيضا على حرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته. وأضافت الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي وبلينكين ناقشا الجهود المصرية القطرية الأمريكية للمضي قدما بمفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بغزة. وفي هذا الشأن أكد الرئيس المصري على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كمية ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، كما شدد أيضا على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين. وللمزيد من المتابعة نتحول للزميل خالد عاشور وهذا التحليل، إليك خالد. شكرا لك أحمد، شكرا لك أميمة. إذن في هذه النافذة التحليلية ينضم إلينا من دبي السيد سامويل ويربرغ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية. مرحبا بك سيد سامويل، وبداية أسألك عن جولة السيد بلينكين الأخيرة والتي بدأها من مصر، ما المستهدف إذن من جولة بلينكين هذه المرة؟ نعم، إذا مساء الخير، شكرا لك، شكرا لقناة القاهرة الأخبارية للاستضافة. وبدون شك اليوم كان يوم مهم جدا، مهم جدا للعلاقة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، ويوم مهم جدا بالنسبة هذه الجهود المستمرة لإنهاء الحرب في غزة. إذا من جانب كما رأينا الوزير بلينكين كان لديه هذه الفرصة الرائعة ليجلس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وليسمع من الرئيس حول كل المواضيع المهمة في العلاقة الثنائية، وأيضا المواضيع المهمة الإقليمية والدولية. وأيضا الوزير بلينكين كان لديه الفرصة ليناقش كل هذه المواضيع مع الوزير الخارجية المصري، وأيضا
رأينا انطلاق الحوار الاستراتيجي اليوم. إذن بالنسبة للعلاقة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة يوم مهم، ولكن كما ذكرنا أيضا كان الفرصة المهمة لاستمرار في هذه الجهود بوساطة بين الولايات المتحدة ومصر وقطر لحث والدفء الجانبين حركة حماس وإسرائيل لتظهر أن هناك إرادة سياسية لإنهاء هذه الحرب. وهذه نقطة مهمة بالنسبة للأراضة السياسية، لأن كما سمعنا من الوزير بلينكين اليوم تقريبا 95 أو ممكن 99 من التفاصيل كما بالنسبة للاتفاق، ولكن حتى الآن لا نرى المرونة والإرادة السياسية من الجانبين. والوزير بلينكين هو لم يدع المسؤولية فقط على حركة حماس، هو كان يقول لازم نرى الإرادة السياسية من الجانبين إسرائيل وحركة حماس لإنهاء هذه الحرب. هل يفهم من هذا أنه أستاذ بلينكين هذه المرة ربما يمارس ضغطا ما على الجانب الإسرائيلي لحلحلة هذا الموقف فيما يتعلق بالتوصل للاتفاق؟ إذن الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي كان مستمر منذ شهور لإنهاء هذه الحرب. لدينا هذه العلاقة، الباب مفتوحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بالنسبة للإمكانية للضغط على الإسرائيليين لنعبر عن موقفنا، لنعبر عن مخاوفنا بالنسبة استمرار هذه الحرب. كانت الولايات المتحدة وفي هذه الإدارة تضغط على نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين منذ شهور. معروف أن ليس لديها الولايات المتحدة أي تواصل مع حركة حماس، إذا نحن نعتمد على مصر وقطر للضغط على حركة حماس، ولكن في نهاية المطاف كما ذكرنا على حركة حماس وإسرائيل ليس مصر وقطر والولايات المتحدة، نحن كلنا نبذل الجهود كوساطة، ولكن في نهاية المطاف لازم نرى هل فعلا هناك إرادة سياسية من نتنياهو من الإسرائيليين ومن حركة حماس. سيد واربرغ، فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة على جبهة الجنوب اللبناني، ما هو التعقيب الذي يمكن أن تدلي به وزارة الخارجية أو أدلت به وزارة الخارجية تعقيبا على هذا التصعيد الخطير في هذه الجبهة؟ نعم، إذن ليس هناك تفاصيل كثيرة ممكن أقوم بمشاركة مع جمهوركم، لأن كما سمعنا من الوزير بلينكين اليوم وكما سمعنا من المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الأمس في واشنطن ليس لدينا حتى الآن كل التفاصيل. نحن نتابع الخبر منذ ساعات بالنسبة للحجم أو الحدث الثاني اليوم، إذن نحن نتابع كل هذه الأخبار، نحن نتابع التفاصيل، نحن نحاول أن نجمع ونبحث عن كل التفاصيل. واضح جدا ولازم أقر أن الولايات المتحدة لم تكن لدينا أي معلومات أو أي يد أو أي مسؤولية أو أي مشاركة فيما حدث في لبنان هذه الأيام، والولايات المتحدة تركز على الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة بشكل عام، ولكن خاصة في الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ويستحق آلاف مئة آلاف من اللبنانيين والإسرائيليين الفرصة ليعودوا إلى بيوتهم. إذا نحن نركز على ذلك كما رأينا من الزيارة من المبعوث الخاص من بيت الأبيض إيمس هوكستين للمنطقة مرارا وتكرارا، دائما هو في تواصل مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين لخفض التصعيد في المنطقة. لكن هل يعقل أن تقوم إسرائيل سيد واربرغ بتصعيد خطير مثل هذا في الكم والنوع والدرجة ولا تبلغ الولايات المتحدة بهذا الهجوم؟ إذن لازم أكرر ما قلت، الولايات المتحدة لا تضع أي مسؤولية على أي طرف، الولايات المتحدة ما زال تقوم بتجمع المعلومات وبحث عن المعلومات. نحن من جانبنا نحن لا نريد أن نرى تصعيد آخر في المنطقة، نحن من جانبنا نبذل الجهود لخفض التصعيد في المنطقة، هذا الموقف الأمريكي. نعم، لكن أنت يعني تنفي أن تكون الولايات المتحدة على علم بهذا الهجوم قبل وقوعه؟ بالضبط، الولايات المتحدة لم تكن لديها أي معلومات قبل ما حدث في لبنان، الولايات المتحدة ليس لديها أي يد وأي مشاركة فيما حدث في لبنان، لذلك نحن الآن نقوم بجمع المعلومات وبحث عن المعلومات والتفاصيل بالنسبة ما حدث في لبنان في نفس الوقت. لكن بشكل عام سيد واربرغ، فيما يتعلق بأن هناك تنسيقا ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بالدعم التكنولوجي والدعم اللوجستي والدعم المخابراتي اللازم لمثل هذه العملية، هذا لم يحدث؟
إذا تريد أن تترى نفس السؤال مرة أخرى، أنا سأعطيك نفس الجواب. الولايات المتحدة لم تكن لديها أي مشاركة، أي معلومات، أي ألم حول ما حدث في لبنان هذه الأيام. طيب سيد وربرج، ألا ترى أن هذا التصعيد من الجانب الإسرائيلي بهذا الشكل ربما يعقد أمور التسوية أو التوصل لاتفاق، وهذا هو المستهدف من زيارة بلينكين إلى المنطقة هذه المرة؟ إذن أنا ممكن أقرر ما قلت. بالنسبة ما حدث في لبنان، نحن نجمع المعلومات وبحثنا المعلومات والتفاصيل، ليس هناك أي موقف. تمام، أنا أسألك سؤالا آخر. أنا أقول أنه ألا ترى أن ما قامت به إسرائيل من تصعيد على جبهة الشمال ربما سيؤدي إلى تعقيد الموقف أكثر ويصعب التوصل إلى اتفاق؟ إذا نحن الولايات المتحدة ترى أن إسرائيل كأي دولة أخرى، أي دولة أخرى في العالم، لديها نفس الحق والمسؤولية للدفاع عن مواطنيها في وجه هذه الصواريخ ومصيرات وهجمات متكررة من هذه المجموعة الإرهابية حزب الله. هي ليست هجمات من لبنان أو من الحكومة اللبنانية أو من الشعب اللبناني، هي هجمات متكررة ضد أماكن مدنية داخل إسرائيل من هذه المجموعة الإرهابية حزب الله. إذن إسرائيل لديها نفس المسؤولية لمواطنيها كأي دولة أخرى. هذا كان الموقف الأمريكي قبل 7 أكتوبر، قبل سنوات، نفس الموقف لدينا الآن. لكن أيضا الإصابات التي نتجت عن هذا الهجوم أصابت مدنيين، يعني الرقم الذي قيل وهو 2800 في الهجمة الأولى معظمهم من المدنيين. إذن يبدو هناك خليط هنا بين بعض المواضيع. أنا قلتك وأنا سأقول لك مرة ثانية ومرة ثالثة، بالنسبة ما حدث هذه الأيام، بالنسبة هذا البيجرز الأجهزة، بالنسبة الخبر الجديد من اليوم، الولايات المتحدة، الإدارة، الوزارات الخارجية، المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية، ما زال نحن نجمع المعلومات لنفهم ما حدث في لبنان. بشكل عام بالنسبة للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله عبر الخط الأزرق، لدينا المخاوف ونحن نبذل الجهود الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع. ولكن كما سمعنا من وزير بلينكين، نحن نرى أن هناك روابط بين ما يحدث في الخط الأزرق بين حزب الله ولبنان، حزب الله وإسرائيل، واستمرار الحرب في غزة. إذن في نفس الوقت نحن نبذل الجهود ونضافر الجهود لإنهاء الحرب في قطاع غزة. نعم، شكرا جزيلا لك من دبي السيد سامويل ويربرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية. أعود إذن إلى زميلي أحمد بوصيلة وأميمة تمام لاستكمال ملفات النشرة إليكما. شكرا لك خالد. هرعت فرق الإسعاف وباشرت طواقم الإنقاذ نقل عدد كبير من المصابين جراء انفجارات متعددة لأجهزة الاتصالات اللاسلكية. وفي هذا السياق قال الهلال الأحمر واللبناني إن 30 فريق إسعاف تشارك في نقل المصابين جراء الانفجارات المتعددة في مناطق مختلفة بما في ذلك جنوب لبنان والبقاع. أكد مدير الدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطار للقاهرة الإخبارية أن تفجيرات اليوم استهدفت أجهزة الاتصال اليدوية في لبنان ونحو 235 مركز دفاع مدني تعمل بكل طاقاتها لمواجهة التفجيرات الجديدة في لبنان. وأضاف خطار أن الدفاع المدني اللبناني يبذل جهودا كبيرة لمواجهة الانفجارات في النبطية وصور والضاحية الجنوبية، حيث تسببت في نشوب الكثير من الحرائق.
إلى ذلك أكد نقيب أطباء لبنان للقاهرة الإخبارية يوسف بخاش أن لبنان يواجه كارثة صحية بعد انفجارات أمس واليوم. وأشار بخاش إلى أن عدداً كبيراً من الإصابات في الأيدي والأعين جراء انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية. ذكر موقع أكسيوس نقلاً عن مصادر أن إسرائيل تستهدف بعمليات تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية خلق حالة من الذعر لدى قيادات حزب الله لدفعهم إلى تغيير موقفهم من الصراع معها. وقد أضاف أكسيوس أن الهدف من تفجيرات لبنان هو إقناع حزب الله بأنه من مصلحته أن ينفصل عن حماس وأن يتوصل لاتفاق منفصل لإنهاء القتال مع إسرائيل. وفي تطور آخر، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن انفجارات قد وقعت بأنظمة الطاقة الشمسية في عدد من المنازل تزامنا مع انفجار الأجهزة اللاسلكية. وقالت الوكالة إن فتاة أصيبت في بلدة المارونية جنوب البلاد إثر انفجار أنظمة الطاقة الشمسية بعدد من المنازل. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إنه يتواصل مع وزير الخارجية اللبناني من أجل الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات السبرانية التي يتعرض لها لبنان. وقد أوضح ميقاتي أن إسرائيل تضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط، وأضاف أن حكومته سوف تبذل ما بوسعها لمنع الحرب عن لبنان وتأمين السلام أيضا. دعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لمنعها من التصعيد ووضع حد لاعتداءاتها على لبنان، ودفعها أيضا لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحت اللغة. وخلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانان هينس بلسخارت، نبه أبو حبيب إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي بالهجوم السبراني الذي أدى إلى سقوط 12 قتيلا وآلاف الجرحى، ما قد يدخل المنطقة في دوامة أكبر من العنف وينذر بنشوب نزاع أوسع. قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية التي شهدها لبنان أمس أسفرت عن مقتل 12 شخصا بينهم طفلان وعدد من العاملين بالقطاع الصحي. وقد أضاف وزير الصحة اللبناني خلال مؤتمر صحفي أن هذه التفجيرات أسفرت أيضا عن إصابة نحو 2800 شخص من بينهم حالات حرجة. بموضوع حصيلة الإصابات، نحن حاولنا مثل ما عودناكم بطوارئ الصحة اللي يعني غرفة طوارئ الصحة اللي بالوزارة نعطيكم أدق الأرقام. نحن امبارح الأرقام اللي أعطيناكم إياها كانت على قد ما بنقدر، واليوم بعد مراجعات ومتابعات مع كل المستشفيات نحن رجعنا جددنا ودققنا أكثر بالحصيلة. نحن حصيلة الشهداء حتى اليوم هي 12 شهيد، بيناتهم طفلين، فتاة عمرها 8 سنوات وشاب صغير عمره 11 سنة، بالإضافة لعدة عاملين في القطاع الصحي كذلك كانوا جزء من الشهداء اللي سقطوا. برجع بكرر، عدد الشهداء حتى الآن هو 12 شهيد. بموضوع عدد الجرحى اللي سقط، الرقم اللي اعطيناه امبارح وبعد ما رجعنا اكدنا اليوم على الارقام، طلع ارقام اعلى في الساعات الماضيه ونحن قلنا انه هذا رقم غير دقيق، والسبب انه رقم غير دقيق لانه في بعض المرضى كانوا عم ينحسبوا اكثر من مره، لاول مستشفى وصلوا له وبعدين بالمستشفى اللي انتقلوا له. عدد الجرحى حتى الان هو ما بين 2750 و2800 مريض.
ونحن عم نرجع نتابع لأنه عم نجيب أسامي كل المرضى وعم نتأكد من يعني هوية. من هيدول 2750 مريض حوالي 750 منهم كانوا في منطقة الجنوب، حوالي 150 كانوا في مناطق البقاع، وحوالي 1850 كانوا في مناطق بيروت والضاحية الجنوبية. والآن نتحول إلى زميل خالد عاشور للمزيد من التحليل والمتابعة. أيضا إليك خالد. شكرا لك أميمة. شكرا لك أحمد. وينضم إلينا في هذه النافذة التحليلية وللمتابعة من جنوب لبنان الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك أحمد. إذا ما تحديث التفاصيل لديك حتى اللحظة؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية والاعتداءات على الجنوب اللبناني تزامنا مع الهجوم السيبراني الذي استهدف أجهزة اتصالات لاسلكية مع عدد من عناصر حزب الله في مناطق بالجنوب اللبناني. ربما الجنوب اللبناني من أكثر المناطق في الدولة اللبنانية تأثرا بهذا الهجوم السيبراني الجديد. على مدار الساعات الماضية كانت هناك عمليات نقل للمصابين بشكل كثيف جدا لعدد من مستشفيات الجنوب اللبناني، سواء في مرجعيون في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني أو في النبطية في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني أو صور في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى انفجار عدة أجهزة في بعض المنازل مما أدى إلى احتراق عدد من المنازل أيضا في الجنوب اللبناني، وربما تأثرت بعض بطاريات الليثيوم في مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني. هذه البطاريات التي عادة ما تتواجد في البيوت أو في المنازل في الجنوب اللبناني ضمن نظام لتوليد الطاقة عبر طاقة الشمس، فكانت سجلت في الجنوب اللبناني عدة انفجارات لهذه البطاريات على مدار الساعات الماضية، ولا يعلم حتى الآن السبب الرئيسي في هذه الانفجارات المتتالية التي حدثت في الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية. أما فيما يتعلق بالغارات الجوية الإسرائيلية فكانت هناك سلسلة من الغارات التي استهدفت بلدة شمعة في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، وأيضا بلدة الجبين في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، ثم بلدة كفر كلا والعديسة، وأيضا بلدة حلتة في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدات كفر شوبة وعدد من المناطق من بينها منطقة شبعة في الجنوب اللبناني. في المقابل أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 4 عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، آخر هذه العمليات استهداف موقع بياض بليدة بالأسلحة الصاروخية، وكان قبلها قد أعلن عن استهداف مواقع عسكرية في بيت هلل في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، بالإضافة أيضا إلى استهداف موقعين آخرين على مدار أو على طول الحدود الجنوبية اللبنانية بالأسلحة الصاروخية. الحزب استخدم عدد كبير من أسلحة الكاتيوشا في استهداف هذه المواقع منذ بعد ظهر اليوم وحتى الآن، وربما لا تزال هناك عمليات لم يعلن عنها الحزب حتى الآن، ولكن ربما يعلن عنها خلال الساعات القليلة المقبلة. ابقى معي أحمد. تحول إلى بيروت وينضم إلينا منها الزميل مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة. مرحبا بك مصطفى. كيف تبدو الصورة إذن في العاصمة يا مصطفى؟ في العاصمة اللبنانية بيروت جميع المستشفيات في حالة تأهب وجهوزية تامة بعدما أعلنت وزارة الصحة عن تمديد حالة الطوارئ في المستشفيات داخل العاصمة اللبنانية بيروت جراء هذه العملية السيبرانية التي قامت بها ونفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية لليوم الثاني على التوالي. هذه العملية والتي أسفرت حتى الآن عن إصابة ما يزيد عن 450 مصاب حتى الآن وفقا لبيانات وزارة الصحة، بالإضافة إلى عدد من الضحايا وصلوا إلى 14، هذا هو الرقم حتى الآن وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية، وإن كانت هذه الأرقام مرشحة للزيادة في ظل ما يعانيه القطاع الطبي داخل الأراضي اللبنانية وهنا تحديدا في العاصمة اللبنانية بيروت التي أصبحت عليها أعباء طبية كثيرة نظرا لنقل أعداد من المصابين سواء كانوا من البقاع الشرقي أو المناطق الجنوبية الحدودية، وهذا الأمر هو الذي يزيد الأعباء على القطاع الطبي وعلى مستشفيات الدولة اللبنانية الواقعة في العاصمة اللبنانية بيروت. كنا قد شاهدنا خلال دقائق ماضية وصول حالة من البقاع الشرقي وتحديدا من مدينة بعلبك إلى هذه المستشفى التي نقف الآن أمامها، وهي مستشفى الجامعة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، وهذا هو ما يؤكد عدم قدرة القطاع الطبي على استيعاب هذه الأعداد حتى الآن رغم الجهود المرضية المبذولة
من وزارة الصحة اللبنانية بالتعاون مع كافة المنظمات الصحية العاملة في الأراضي اللبنانية. الجميع هنا يحاول تدارك هذه الأعداد واستيعاب كل هذه الإصابات التي تصل إلى المستشفيات اللبنانية، سواء كانت في العاصمة اللبنانية بيروت أو في كل المدن اللبنانية، وإن كانت النسبة الأكبر من الإصابات يتم توجيهها إلى مستشفيات العاصمة بيروت. نتحدث عن ما شهدته الشوارع خلال الساعات القليلة الماضية. كان هناك حالة من حالات الارتباك والتكدس ولو لبعض الشيء في الشوارع والطرقات المؤدية إلى الضاحية الجنوبية، وهي المكان ربما المكان الوحيد في العاصمة بيروت الذي كان قد شهد عدة انفجارات داخل ربما أربعة منازل داخل الضاحية الجنوبية. هناك بعض الاستهدافات التي تمت من خلال استهداف أجهزة الاتصالات اللاسلكية، والتي أرادت من خلال هذه العملية سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف عدد كبير من العناصر التابعة لحزب الله، ولكن على أي حال فإن الإصابات ما بين صفوف المدنيين كثيرة وفقا للتقديرات الأولية، فهناك إصابات داخل البيوت أيضا بالإضافة إلى بطاريات الطاقات الشمسية فوق أسطح المنازل، وهذا هو ما أكدت عليه فرق الدفاع المدني التي قالت بأنها تتعامل وبسرعة تامة مع جميع الحرائق التي تحدث في كثير من المنازل، سواء كانت في منطقة البقاع الشرقي أو في الجنوب اللبناني أو في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت. الأوضاع حتى الآن هي رفع درجات الاستعدادات في كل المستشفيات والعمل على قدم وساق من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الدعم الطبي في المستشفيات الواقعة في العاصمة بيروت. مصطفى، هل هناك تحديث بأرقام؟ هل هناك تحديثات رسمية لأرقام المصابين والشهداء؟ نعم، يعني تحدثنا بأن أرقام المصابين وصلت إلى أكثر من 450 مصاب حتى الآن، بالإضافة إلى عدد من الضحايا وصلوا إلى 14 ضحية، هذا بالإضافة أيضا إلى ما تتناوله بعض وسائل الإعلام اللبنانية من أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة خاصة في الساعة الماضية، ولم يتم حصر هذه الأسماء حتى الآن والأرقام بالتحديد، ولكن نتحدث عن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية هي التي قالت بأن أرقام الإصابات وصلت حتى الآن في اليوم الثاني لهذه العملية 450 مصاب، يضاف إلى 2750 مصاب من عملية الأمس والاستهدافات التي تمت في الأمس، لذلك فالأرقام وصلت إلى ما يقارب 3500 من المصابين، كلهم توجهوا إلى المستشفيات اللبنانية التي لم تعد قادرة على استيعاب كل هذه الأعداد وتقديم الخدمات الطبية المناسبة واللازمة لهم، وإن كانت الجهود المضنية التي نراها ونرصدها من أمام كل المستشفيات في العاصمة اللبنانية بيروت تؤكد على يعني العمل على مدار الساعة منذ يوم الأمس وحتى الآن لتقديم كافة الخدمات الطبية وكذلك الإسعاف، سيارات الإسعاف التي قدرت بأكثر من 1000 سيارة سواء كانت من خلال الإسعافات التابعة لوزارة الصحة أو الهلال الأحمر اللبناني أو الصليب الأحمر الدولي، كل هذه السيارات التي تم تجهيزها وقدرت بأكثر من 1000 سيارة استطاعت أن تقوم بنقل جميع المصابين، بالإضافة أيضا إلى يعني السيارات الملكي والسيارات الأجرة، السيارات الخاصة والسيارات الأجرة التي ساعدت وساهمت في نقل جميع أعداد هذه المصابات في تلك المصابين في تلك الفاجعة التي لا تقل أهمية أو لا تقل نعم فاجعة مصطفى. عن حادث مرفأ بيروت. نعم، مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، شكرا لك. وشكرا لك أحمد سنجاب مراسل القاهرة من الجنوب اللبناني، شكرا لكما. عودة إذن إلى زميلي أحمد بوصيلة وأميمة تمام لاستكمال ملفات النشرة، إليكما. شكرا لك خالد. قال إعلام إسرائيلي إن مجلس الحرب فوض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت فوضهم باتخاذ خطوات دفاعية وهجومية ضد حزب الله، وذلك من أجل تحقيق أهداف الحرب. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل نقل الفرقة 98 الإسرائيلية من قطاع غزة للجبهة الشمالية، وذلك في إطار خطة الاحتلال لتدعيم الجبهة تحسبا لاتساع رقعة الصراع مع الجماعة اللبنانية.
ننتقل إلى هذا المؤتمر الصحفي لرئيس البنك الفيدرالي الأمريكي والحديث عن خفض في سعر الفائدة. تؤثر على تحقيق أهداف التضخم، وأننا نعي تماما هذه المخاطر ونعمل على حلها. فيما يتعلق بالتقدم بشأن معادلة المخاطر، هناك كثير من الإجراءات التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف من أجل أن يكون أقل من 5%، ومن خلال هذه المعايير ومن خلال هذه السياسات سوف تساعدنا في الحفاظ على دعم الاقتصاد والقوة العاملة وسوق العمل وتعزيز ودعم أسعار الغذاء من أجل الوصول إلى مستوى مستقر. في هذا المسار نحن نستمر في اتخاذ القرارات كل يوم من أجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف واتخاذ كل السياسات السريعة التي يمكن أن تزيل أي عقبات أمام الحد من التقدم. في نفس الوقت نقوم باتخاذ خطوات ثابتة من خلال تنفيذ الأنشطة الاقتصادية، وأيضا نستمر في تعزيز التمويل وتقييم كل البيانات الصادرة من أجل تحقيق التوازن. في الاس بي الخاصة بنا نحن نرى أهمية المشاركات من جانب المؤسسات بناء على ما هي السيناريوهات المستقبلية، وبالتالي يمكن تحقيق كل التوقعات من خلال هذه المشاركات على مستوى الملائم، من خلال التمويلات، من خلال تحقيق الهدف الخاص في نهاية العام وصولا الى عام 2025. فبالتالي هناك عمل متسق من اجل خفض التضخم مما يؤثر على فرص العمل والحد من كل المخاطر المرتبطه. هذه الاعمال لديها قرارات ثابته، ونحن نحاول اتخاذ قرارات وسياسات ماليه ونقديه من اجل تحقيق هذه الاهداف. فبالتالي لابد من تعزيز هذه الاجراءات من اجل خفض التضخم، وبالتالي يمكن اتخاذ السياسات بخطوات ثابته. لقد انخفض التضخم من خلال هذه الاستجابه وتم وضع هذه السياسات، وايضا نواجه هذه العقبات ونستمر في الحد من وازاله كل هذه العقبات. لدينا هدفين من هذه السياسات النقديه من أجل أن يكون هناك ثبات واستقرار لأسعار الغذاء وتعزيز كل الإجراءات اللازمة للحد من التضخم لأن تكون أقل من 2%. إن نجاحتنا لتحقيق هذه الأهداف تعتمد على الشعب الأمريكي كله. نحن نتفهم أهمية تدخل المؤسسات داخل البلاد. كل ما يمكن أن نفعله يأتي إلى هذه المهمة. يمكن أن نفعل كل شيء من أجل تعزيز هذه الأهداف وتحقيقها. شكرا جزيلا لكم. نتطلع إلى أسئلتكم. Steve Leisman, CNBC. Thank you, Mr. Chairman, for taking our questions. In July, you said you weren't necessarily thinking about a 50. You didn't want to be specific, but you said you were thinking about a 50. The inflation data last week came out a little firmer than expected. Retail was strong, third quarter GDP running 3%. So what changed and made the committee go 50? And how do you respond to the concerns that perhaps it shows the Fed is more concerned about the labor market? And I guess, should we expect more 50s in the months ahead? And based on what should we make that call? Thank you. So, okay, a lot of questions in here. يوجد الكثير من الأسئلة في هذا السؤال. So, since the last meeting, حسناً، منذ اللقاء الأخير، كان لدينا الكثير من البيانات والمعلومات، ولدينا الكثير من التقارير الصادرة من يوليو وأغسطس، وتقرير بشأن خفض التضخم. كان لدينا تقارير الـ QCW report، والذي يقترح بأن أفادت مراسلتنا الآن بزيادة حدة الغضب في الشارع الإسرائيلي، وذلك بسبب تأخر إبرام صفقة تبادل الإفراج عن المحتجزين في غزة. وكانت شوارع تل أبيب قد شهدت مؤخرا مظاهرات حاشدة لمساندة أهالي المحتجزين في مطالباتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسرعة توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يسمح بإعادة أبنائهم.
ولمزيد من المتابعة نعود للزميل خالد عاشور. شكرا لك أحمد. شكرا لك أميمة. للمزيد تنضم إلينا من تل أبيب مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. مرحبا بك دانا. إذن كيف رصدت ما قالته الدوائر السياسية والإعلامية والصحفية فيما يتعلق بالتصعيد الأخير على جبهة جنوب لبنان؟ أبدأ في التطورات الميدانية. هذا الشارع شارع بيغن أمام وزارة الأمن الدفاع الأركان الإسرائيلية المسمى بمجمع الكرياء. كان هنالك يتواجد عشرات من الإسرائيليين الذين خرجوا مناهضين لتوسيع وتوسعة هذه الحرب لما لها من انعكاسات على صفقة التبادل حسب تعبيرهم، وأصبحوا يقولون بأن توسيع الحرب هذا يبعد المضي قدما في تمرير صفقة التبادل، وهذا في طبيعة الحال سيؤثر على حياة المحتجزين. لذلك كان هنالك العشرات الذين حاولوا إغلاق هذا الشارع وسط تواجد مكثف لشرطة الاحتلال، نددوا بالشعارات المناهضة والمنددة باستمرار هذه الحرب، وطالبوا بنيامين نتنياهو في ضرورة المضي قدما في هذه الصفقة. كنا نتحدث أن إسرائيل الرسمية صامتة. كان هنالك بيان واحد يتيم على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي لربما في مقطع فيديو مصور لم يتجاوز الثواني العشرة، كان قد خرج فيها وقال بأني قلت أنني سأعيد سكان الشمال أي مستوطنات الحدود الشمالية وأنا ملتزم في ذلك. ولربما في هذا تلميح أولي من قبل الجانب الإسرائيلي تحديدا الرسمي السياسي إلى مسؤولية إسرائيل في هذه الواقعة. كذلك الحال بعد هذا التصريح تعاقبت التصريحات، ولربما وزير الدفاع يوآف جالانت أثناء زيارته قاعدة عسكرية كان قد قال وتحدث بأنني أؤكد على التزامنا في إعادة المحتجزين وكذلك إعادة سكان الحدود الشمالية، وبأن هنالك عملية نقل للثقل العسكري من خلال نقل قوات عاملة وخاصة من القوات النظامية عاملة من قطاع غزة إلى الحدود الشمالية. وكذلك الحال كان جالانت قد تحدث بأن هنالك عملية تحويل للموارد والقوات وبأنه إسرائيليا يتم فتح مرحلة جديدة من الحرب. كذلك رئيس قادة القيادة المركزية الشمالية كان قد تحدث في أيضا تعقيب وقال لدينا قدرات أكثر بكثير في كل مرحلة، وفي كل مرحلة نعمل فيها نحن نتقدم في مرحلتين. أما رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هليفي فكان قد تحدث أيضا عن أنه حينما يتمم جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تكون الخطط الموضوعة لمرحلتين قادمتين. ولربما في كل هذا خالد تلميح إسرائيلي إلى مسؤوليته، وهذا ما تحب إسرائيل وهو التغني فيما يسمى في الإنجازات العسكرية على حد تعبيرها. كذلك الحال القناة الثانية عشر الإسرائيلية كانت قد قالت بأن هنالك تفويض إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع يوآف جالانت باتخاذ القرارات فيما يتعلق في شن إما دفاعات هجومية أو حتى دفاعية مع توسعة الحرب مع حزب الله في جنوب لبنان مع الحدود الشمالية. أما وسائل الإعلام الإسرائيلية فربما اكتفت في التحليلات السياسية العسكرية على لسان خبرائها أو محلليها السياسيين والعسكريين القول بأن كل ما يحدث على أرض الواقع يتماهى أيضا مع تحركات عند الحدود الشمالية، لا سيما نقل الفرقة 98 من القوات النظامية إلى جانب الفرقة والقوة 36 العاملة عند الحدود الشمالية، بأن معظم القوات النظامية الإسرائيلية تم نقلها من قطاع غزة إلى الحدود الشمالية. كذلك الحال نتحدث عن إنهاء مناورات برية بدأها لواء جولاني، ومن ثم نتحدث عن لواءين كانوا قد أنهوا تدريباتهم سواء في دخول بري عسكري أو إخلاء الجرحى والمرضى وتقديم الإسعافات الأولية. وكذلك الحال في التطورات الميدانية كان هنالك تقديرات إسرائيلية بأن رد حزب الله سيكون قاسم هذه المرة، لذلك كان هنالك إصدار تعليمات إلى سكان 10 بلدات ومستوطنات من إصبع الجليل في الجليل الغربي طالبوهم فيها بضرورة الإبقاء والبقاء بالقرب من الملاجئ. أما من تبقى من سكان مستوطنة كريات شموني فكانوا قد أبلغوهم في ضرورة التواجد في الملاجئ، وهذا لربما ينعكس على الشارع الإسرائيلي كما ذكرنا.
ذكرنا من خلال هذه التظاهرات واستطلاعات الرأي الأخيرة تحديدا لسكان كريات شمونة والتي تعتبر من أكبر المستوطنات في الجليل الغربي، بأننا نتحدث أن هنالك عدد من السكان ما يزيد على 15% قرروا نهائيا عدم العودة للعيش والسكن في مستوطنة كريات شمونة. وكذلك في هذا استطلاع الرأي اللافت تحدث عن 40% من سكان كريات شمونة يبحثون إمكانية عودتهم أو عدم عودتهم، وهذا يوضح انعدام الثقة الواضح ما بين الجانب الإسرائيلي سواء في مستواها السياسي والعسكري وبين السكان الإسرائيليين في المستوطنات عند الحدود الشمالية. نعم، دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من تل أبيب، أشكرك. وهذه عودة مرة أخرى إلى أحمد بصيلة وأميمة تمام لاستكمال ملفات النشر، إليكم. شكرا لك خالد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه سوف يعيد سكان الشمال إلى منازلهم، وأوضح نتنياهو أنه سبق له أن أكد أن سكان الشمال سوف يعودون إلى منازلهم بأمان وأن هذا ما سوف يفعله الآن على حد قوله. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن إسرائيل في بداية مرحلة جديدة من الحرب تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة. وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي خلال افتتاح قاعدة جوية أن مركز الثقل في الحرب ينتقل إلى منطقة الحدود الشمالية التي تشهد نقل مزيد من القوات والموارد. ولإسرائيل تاريخ طويل يمتد لعقود في استخدام التكنولوجيا لتتبع ومراقبة أهدافها المختلفة والتي من ضمنها عناصر حزب الله اللبناني. ولعل ما حدث في لبنان من استهداف إسرائيلي لأجهزة البيجر وأجهزة الوكي توكي كانت خير دليل على اعتماد إسرائيل على استخدام التكنولوجيا في حربها غير التقليدية مع حزب الله. المزيد من العرض مع الزميل خالد عاشور، إليك خالد. شكرا لكما أحمد وأميمة. حرب غير تقليدية تمارسها إسرائيل في لبنان في إطار خطتها التصعيدية لإشعال الجبهة الشمالية، إذ شهد الجنوب اللبناني الملتهب اختراقا سيبرانيا جديدا قامت به إسرائيل، استهدفت من خلاله أجهزة البيجرز ووكي توكي وأجهزة لاسلكية أخرى يستعملها عناصر حزب الله اللبناني، أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والمصابين. الموساد بطل الفكرة الشيطانية ومنفذها، استطاع خلال عملية استخباراتية استمرت أشهرا بحسب المراقبين تفخيخ أجهزة اللاسلكي الشخصية التابعة لعناصر وقيادات حزب الله، حيث كانت هذه الأجهزة جزءا من خطة طوارئ حزب الله لتأمين الاتصالات حال اندلاع حرب مع إسرائيل، وذلك حسب ما كشف موقع أكسيوس الأمريكي القريب من دوائر الاستخبارات الأمريكية. ويلجأ حزب الله إلى استخدام أجهزة النداء البيجر والووكي توكي وغيرها من الأنظمة اللاسلكية لتجنب المراقبة الإسرائيلية بعد توجيه زعيم الحزب حسن نصر الله لعناصره بالتخلص من هواتفهم الذكية مع تصعيد إسرائيل لهجماتها ضد قادة الحزب خلال ما يقرب من عام من الاشتباكات المكثفة في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي. ولإسرائيل تاريخ طويل يمتد لعقود في استخدام الهواتف والتكنولوجيا المرتبطة بها لتتبع ومراقبة أهدافها المختلفة التي من ضمنها عناصر حزب الله اللبناني. ولعل اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بعد تحديد ورصد مكان وجوده
كان خير دليل على اعتماد إسرائيل على استخدام التكنولوجيا في حربها غير التقليدية مع الجماعة اللبنانية. الاستهدافات الأخيرة لعناصر حزب الله في لبنان وصفها مراقبون ومحللون أنها نتيجة اختراق واسع لحزب الله وبنيته التحتية والمعلوماتية، وهو ما يحاول الحزب إصلاحه خاصة بعد الاشتباكات التي يخوضها الحزب مع جيش الاحتلال على مدار عام تقريبا. حرب مشتعلة في الجنوب وتصعيد غير تقليدي في الشمال ومنطقة على شفا الانفجار، تحركات تقودها إسرائيل لتفجير الشرق الأوسط الذي يشهد أسوأ أزمة في تاريخه الحديث. فهل حان الوقت لإعادة الأمور إلى نصابها قبل 7 أكتوبر، أم ستنزلق المنطقة إلى النفق الذي سيدفع ثمنه الجميع؟ عودة إذن إلى زميلي أحمد بوصيلة وأميمة تمام لاستكمال النشرة، إليكما. شكرا خالد. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. وقد حصل قرار على 124 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت وصوتت ضده إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى. ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضا إلى اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذات الصلة إلى إسرائيل، حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. 14 قتيلا وأكثر من 450 مصابا في موجة ثانية من التفجيرات الإسرائيلية للأجهزة اللاسلكية لحزب الله اللبناني. جالنت يؤكد دخول إسرائيل مرحلة جديدة من الحرب ويقول إن مركز الثقل العسكري انتقل إلى جبهة الشمال. والجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار التاسعة، شكراً لكم. شكراً أمين. شكراً أحمد، إلى اللقاء.